متابعينا ببيروت من بيروت سيتي سنتر، وان شاء الله عم تكونوا عم تمضوا امتع الاوقات برفقتنا ودايما على شاشه الال بي سي. وصلنا لفقره ثابته كل نهار احد، كل السيدات بتنطرها مع خبيره التجميل نهى معوض. يعطيك العافيه نهى. ميرسي. شو هالابيض الحلو؟ ثانك يو. وانت الاسود كمان كثير حلو. نهى، اليوم اخترت تحكي عن الميزوثيرابي، هالتقنيه بعرف انه كثير من السيدات بحبوا يعرفوا التفاصيل عنها، وبسمع كثير بيقولوا بتفيد البشره وغيرها. رح نعرف بهالفقرة عن هالتقنية أكثر، خبرينا شو تعريف الميزوثيرابي؟ هلا الميزوثيرابي هي كوكتيل دو فيتامين أو أسيد إياليورونيك بينحقن على الطبقة السطحية من البشرة، غير الأمور الثانية اللي بتنحقن جوا ديبلي مثل ما الدكتور بيحقن بالسيونات الغميقة. أوكي. نحن بنحقن على الطبقة السطحية من الإبيديرم للي هو بخلي ينعش الإبيديرم، فبيعطي نضارة لأنه بيشغل الكولاجين. واليوم مع تقدم العمر الكولاجين بصير كثير فابل ببشرتنا، وهيدا اللي بيعطينا عمر، وهيدا اللي بيعكس عمرنا. فبالميزوثيرابي نحن بنخلي هيدا الشيء، يعني بنعاكس هيدا الشيء وبنخلي الكولاجين يشتغل اكثر. نهى، الميزوثيرابي شو بتختلف عن باقي التقنيات يمكن اللي بتشتغل على تنشيط الدوره الدمويه واعاده النضاره للوجه او للبشره؟ هلا هو بدايموند نيدلز نحن بندخله، يعني من هلا رح منشوف بعد شوي تطبيقه كيف. فمش مثل ما بتحطي كريم عادي تتنعشي بشرتك، كثير منيح الكريم اكيد وبيأخره من التجاعيد لانه بينعشوا البشره، بس الميزوثيرابي الحلو فيه انه مثل ما بيقولوا غصب عنا للبشره، يعني كيف فيها بدها تتحسن لانه بندخلها اياهم بهالابر الصغار للي هن من الدايموند. فبشك منشكشكهم، هي ما بتوجع اكيد، بس منشكشك لها ومنفتح لها الابيديرم ومنخلي هالبرودوي يفوتوا دغري بقلب هال على البشره. ما بعرف اذا له علاقه بالموضوع، بس انه هالسيده بتوصل لمرحله قد ما بتستعمل كريمات بتلاقي ما عم تلاقي نتيجه، يعني بتشوف انه ما عم تلاقي نتيجه على الكريمات اللي عم تستعملها. يمكن نفس الكريم لمده طويله خلص بتحس البشره ما ليك. اذا كانت عم تستعمل الكريم المناسب اكيد بدها تلاقي نتيجه، رح تحس بشرتها على طول منتعشه، ما رح يصير عندها تجاعيد وتعب وسار مثل ما بيصير مع الاشخاص اللي ما بيهتموا ببشرتهم. والبرهان على هيدا الشيء اذا بتلاحظي كل سيده بتهتم بحالها بتلاحظي انه بشرتها بتتميز عن غيرها، مش مثل السيدات اللي بتحسيهم من اطلالتهم دغري بتحس انه هيدا الشخص مش من اللي بيهتم. صح. بحاله، غير انه تزبط شعرها او تلبس حلو، من وجهها بتعرفي اذا هي عم إذا تهتم ولا لا، او لا واذا عم تهتم يعني لازم مش بس ننظف بشرتنا بالنتوياج من البثور، لازم زياده عن هيك نكون عم ندخلها فيتامينات، فبتحسي البشره منتعشه مش بحاجه لفوندوتان، مش بحاجه لميك اب، في حياه بالوجه بلا ميك اب. ولنفعل كرام اكثر وناخذ هالنتيجه لازم نقوم بهالتقنيه او بالميزوثيرابي. اذا بدنا نحافظ اكثر على بشرتنا ونأخر اكثر التجاعيد كثير مهم الميزوثيرابي اكثر من ما الناس تسمع عنه، يعني لانه دغري بيفوتوا حتى على داير العيون، هيدا الحلو، يعني اذا عندك سارن، اذا عندك تجاعيد صغيره على داير عيونك بالميزوثيرابي بتتخلصي منهم وبشكل ملحوظ. بدك اربع جلسات، هول الاربع جلسات كل جمعه جلسه اول شيء، بعدين بصير كل شهر مره تحت لي مانتونانس اذا بدك، تنحافظ على الانتعاش للي البشره حصلت عليه. فكتير مهم اربع جلسات ورا بعضهم ومن بعدهم بالشهر مره ينعمل، او اقلها تاخدي امبوليت. نحن بنعطي من بعد ما يعملوا الاربع جلسات امبوليت، هي بتكسرها بالبيت وبتحطها من بعد ما تعمل قماش، كمان هيدا الشيء بيساعدها بيساعد وبيفيد اكيد. اوكي، فينا نشوف هلا كيف بتتم اكيد هالتقنيه. هلا انا في معنى صبيه، بس قبل بدك تحكي عن شيء نهى قبل ما نستضيف. لا هلا انا وعم حط لها بدي افسر كيف التقنيه بتصير لتكون بطريقه صحيحه. يلا نستقبل الصبي ولنشوف كيف بتصير هالتقنيه بطريقه صحيحه. هلا اكيد عم بتحضر نهى الصبيه. اوكي، عم نحضرها لنقوم بتقنيه الميزوثيرابي. اوكي نهى، اول شيء اهم شيء انه بدها تكون البشره كثير نظيفه، سو نحن هلا رح نطهر لها اياها بالانتيسبتيك، رح نشتغل على خدود
لكن هلا عم ننظف البشره مثل ما قلتي. هلا نحن اكيد بالانستيتيوت في ستبس اكثر بتصير، يعني ضروري نعمل من بعد ما ننظف بالديماكيان نعمل مساج ربع ساعه، لانه مساج الربع ساعه بيشغل الدوره الدمويه، وهيدا كمان بيساعد لامتصاص الفيتامينات لما بتكون عم تشتغل بطريقه. هلا من بعد ما نكون نظفنا بنعمل قماش كمان للبشره تنشيل الطبقه التعبانه من البشره. ما تقولوا لي ابر، هيدي ما بتشك بالابره، هيدي امبول تو سامبلومون. اوكي بس قلتي ما في اي الم أو... لا لا رح نشوف كيف. اوكي وهي منفكه ما تخافي. هلا بتقولي لي اذا وجعتي، مش انه نحن على الهوا ما تقولي اذا موجوعه ولا لا. وهيدا الدايموند رولر للي هو مؤلف من نيدلز من الدايموند، يعني كثير صغار ما بيشكوا وبينزلوا دم، بس بيفتحوا مسامات الجلد تيساعدوا لامتصاص الفيتامينات اكثر. اوكي هلا كيف بتصير التقنيه؟ لكن الابره بس عم نستعملها لنوزع بهالطريقه. من بعد ما نكون حطينا منمرق الرولر، كثير هينه يعني تقنيه ومنه مؤلم. انا شفت الابره وانقذت بس ما في ابره بالعمل. بس في شغله انه اكيد كل نوع بشره لها انواع فيتامينات معينه، في ناس أوكي. لازم نحط لها اسيد هيالورونيك، في ناس لازم نحط لهم فيتامينات. بس هلا شو حطيتي؟ هلا اني حطيت لها اسيد هيالورونيك للي هو لكل انواع البشره. اوكي طبعا عندك البيوتي للي اذا عندك ميك اب او عندك مناسبه او اي شيء تحت الميك اب بتنحط، فيهم يحطوها لحالها وفيها تنحط بالميزوثيرابي. في عندك الكريستال الجولد، في للعيون كمان خصوصي. وبذات الشيء هيدي التقنيه بتنحط للعيون، مثلا الاسيد هيالورونيك هو ذاته للدكتور، هو ذاته للدكتور بيحقنه بالابره، هو ذاته نحن عم نحطه على الطبقه السطحيه. وهون بدي اذكر شغله، انه لو الواحد عبى فيلر للمناطق الغميقه للي بحاجه لها بعمر معين، رح يضلوا بحاجه لانتعاش طبقه الابيدر، ما بيغني هالشي عنه. هيدا اللي كان بدي اسالك اياه، انه بيغني عن الاسيدز لا البوتوكس ولا الفيلر ولا الحقن ديبلي بالسكن بيغني عن استعمال الميزوثيرابي. الميزوثيرابي الكل بحاجه له، شباب وبنات اللي بهمه يعني ينتبه على بشرته. اوكي سو بنشتغل بهالطريقه على مده تقريبا 5 دقائق كل منطقه. لمدة 5 دقائق كل منطقة بالوجه؟ نعم. اوكي وكمان بدي اقول شغلة، انه نوعية البشرة بتلعب دورة، نحن اي رولر نستعمل بيلعب دوره قد ايه نحن نشد على السكن، كرمال هيك منه سهل انه هن يستعملوه ببيتهم. يعني منه سهل انه تاخذ الرولر. ايه بركي الست اشترت الرولر والمواد كلها، مش سهل انها هي تطبقه بالبيت. مش هين، لانه في بروسيدور معينه، مثل ما قلنا المساج على ربع ساعه، القماش بيرجع الكريم، ومن بعد ما نكون عملنا بالميزوثيرابي كل المناطق كمان حتى الشفاف هون بصير عندنا تجاعيد، التشيل الاشخاص اللي بتدخن بتتعب هاي المنطقة عندهم، فكمان الشفاف بينعمل عليهم بهالطريقة، بنكون عم ننعش هيدي المنطقة كمان، حتى الأشخاص اللي بيكونوا عاملين فيلر لشفافهم، لما بيكونوا عم يعملوا ميزوثيرابي ما بيعودوا بحاجة كل سنة يعملوا فيلر، خلص لأنه هن عم بينعشوا هالبشرة، ما عم بخلوها تنشف، سو ما زال ما كل سنة يعملوا فيلر، بتروح معهم القصة 3 سنين. 3 سنين؟ بتمد يعني. بنكفي. نحن هلا عم نفرجي بس تيشوفوا التقنيه كيف بتصير. ومثل ما ملاحظين منا موجوعه. وبدي ارجع اذكر انه الاشخاص اللي عندها بثور ببشرتها، يعني في بوان نوار، بوش دو غريس، اكثر شيء دهنيات هون حد العين، ما بيستفيدوا كثير اذا اشتغلوا الميزوثيرابي دغري. يعني ضروري يتنظف بالفابور وينشالوا كل البثور من البشره ونرجع نبلش بالميزوثيرابي. بعد اسبوع الميزوثيرابي اوكي هيك بيكون عم بيفوت فيتامينات اكثر داخل البشره. بعد في دقيقتين من الوقت نهى، بس اذا بدك
تعملي شيء زياده على هالتقنيه لنستفيد من الوقت المتبقي؟ اوكي، بدي فرجي انه الرقبه كمان كيف الرقبه، حتى للرقبه بنتبع الميزوثيرابي، كثير ما بينتبهوا على الرقبه. سو لازم ينتبهوا انه الرقبه بدهم يعطوها حصه، ان كان بالكريم النهار وان كان بالماسكات وان كان بالميزوثيرابي وباي شغله بيعملوها، لانه الرقبه ببين عليها التجاعيد مثل الوجه. يعني اذا بنلاحظ انه السيدات الكبار بالعمر بنلاحظ انه التجاعيد على رقبتهم هون مطرح ما في عوامل خارجيه بتتاثر، يعني بالعوامل الخارجيه بنلاحظ انه هون بصير في تجاعيد اكثر. كرمال هيك اي شيء كريم بدكم تحطوه لازم نحطه بهالطريقه بشكل دائري مع مساج، هيدا غير الميزوثيرابي. كمان احطه على ايديكم مش غلط اللي هلا الميزوثيرابي ممكن نتبعه للايدين او لا؟ لا بس هلا مش غلط اذا شوي مرقتيه، كمان بينعش البشره. لان كل شيء خاصه انه انت عم تنكزي هالابيديرم، عم بتخليها تتنشط للكولاجين، وهيدا شيء بياخر التجاعيد وبيساعد هالكريمات لانها تفوت. فسو اكيد منه غلط انه تستعملي الرولر حتى والميزوثيرابي على ايديك، بس بدي اذكر دائما انه يحطوا اكران ان كان هن ما يعني ما لازم يتعرضوا للشمس بعد ما تقوم الست بالميزوثيرابي. نعم، من بعد الميزوثيرابي اكيد الاكران، بس هيدا الاكران ضروري ينحط دائما، يعني حتى لو ما عملتوا ميزوثيرابي الاكران كمان بيساعد لياخر التجاعيد، لانه بيمنع انه حراره الشمس والعوامل الخارجيه تتاثر فيها الجلده. طب النتيجه بعد هالاربع جلسات مثل ما قلت نهى، كيف بنحس الوجه؟ بتحسي البوم بتاعش عم بتلمع فريش، ما بقى فيها سيونات الصغار، حتى اللي عندهم بوريت اوفير هول المسامات المفتحه كمان بتتعبى، بتحسيها كانها منفوخه. كيف بس توعي من النوم بتكون لانه الكولاجين عم تشتغل اكثر بالليل، بتوعي بتحسي وجهك منتفخ حلو مرتاح، غير ما تكوني سهرانه وراجعه بالليل على بيتك بتحسي وجهك تعبان. فبالميزوثيرابي على طول بيضل وجهك منتعش، خاصه اذا عملتي اربع جلسات ومن بعدها كل شهر جلسه. اخر سؤال لنهى لانه انتهى الوقت، باي عمر بتنصحي الصبيه ام الست تبلش بالميزوثيرابي؟ هلا اذا على ال 25 عملت شوي، خاصه اذا نوعها عندها سير مش غلط، بس هو ل 30 وبتطالع، لانه بهالفتره الكولاجين بيضعف، ببلش يصير فعل، ببلش يشتغل ببطء، بنقول له ببلش تنام خلايا الكولاجين. سو نحن بنجي بننشطها بالميزوثيرابي، حتى اذا ما بدهم يعملوا ميزوثيرابي الاعمار الصغيره بيعملوا جوماج وماسك ببيتهم، بصير بيشبه الميزوثيرابي للاعمار الصغيره. بس 30 وبتطالع اكيد، 40 وبتطالع ضروري الميزوثيرابي اذا كانوا بدهم ياخروا التجاعيد. مكلف؟ لا مش مكلف ابدا، ابدا مش مكلف، يعني الناس بتاخذها بنظره على حسب ما انه شو بتسمع، بتقول اكيد هدول اشياء غاليه، اقل بكثير من ما بيكلفها انها تحقن الاسيد. بالوقت للي برجع بذكر انه الميزوثيرابي ما بيحل محل لا حقن بالابر عميقا بالسيونات الكبيره، ولا مطرح الليفتنج، ولا مطرح البوتوكس، هو تينعش بشرتك للي هي بتشوفيها على انه سطح الابيديرم، وبتصيري بلا ميك اب وجهك منتعش، بتصيري تنبسطي تظهري بلا ميك اب، يعني من دون ما نحط مكياج ونسمي كمان المكياج لنخبي مزبوط هالتعب وهالعيوب. نهى معوض اهلا وسهلا فيكي. ميرسي، اهلا. شكر كبير لك على كل هالمعلومات والنصائح، وميرسي للصبيه كمان اللي رفقتي كمان بهالفقره. رح ننتقل هلا لعند غنى لنتعرف على مدرسه الفادي الاقطس مع ضيفه.